خلونا نبدأ بالأخبار اللي معانا ولأبرزها. سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، وتطرق الاتصال إلى مناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكمان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كمان أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد عدد من المشروعات في واحد سيوة بمحافظة مطروح. الدكتور مدبولي أكد استعداد الحكومة تقديم التيسيرات والمحفزات للمستثمرين السياحيين من أجل زيادة الغرف الفندقية في هذه الواحة الجميلة. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، وتطرق الاتصال لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر في إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. أيضاً تبادل الرئيسان وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل التصدي للتحديات اللي بتواجه المنطقة في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من مشروعات واحد سيوة بمحافظة مطروح، واستمع رئيس الوزراء بالقاعة الرئيسية بمقر القرية الأولمبية لشرح من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة بوجه عام وسيوة على نحو خاص. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أحد المنتجعات السياحية البيئية الشهيرة بواحد سيوة في إطار دعم قطاع السياحة ومقاومتها بالواحة. وأكد مدبولي استعداد الحكومة لتقديم التيسيرات والمحفزات المختلفة للمستثمرين السياحيين لزيادة الغرف الفندقية في واحد سيوة، وأكد أنه تلقى بعض الطلبات بالفعل وهيتم البت فيها سريعاً. وامبارح خلال زيارة رئيس الوزراء لسيوة نقل الدكتور مدبولي لأهالي مطروح وأهالي سيوة بصفة خاصة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بدوام التقدم والرقي لمحافظة مطروح وواحد سيوة على الأخص. وأشار مدبولي إلى أنه لا يوجد مكان على أرض مصر لم تمتد له أيادي التنمية والتطوير، وهو ده الهدف لبناء دولة جديدة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية اللي بتضم كليات حربية، بحرية، جوية ودفاع جوي، وأيضاً الكليات العسكرية، الكلية الفنية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة بني سويف تم الإعلان عن تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة بلغت 110 مليار جنيه منذ ثورة 30 من يونيو وحتى الآن. في مدار الشمال سيناء تم بدء تنفيذ أنشطة مركز تنمية القدرات الصيفي. معنا كمان في الوادي الجديد تم تقديم تمويلات ل 60 مشروع بتكلفة بتصل ل 7,600,000 جنيه خلال شهرين. وفي الفيوم تم إطلاق سلسلة القوافل البيطرية المجانية لخدمة صغار مربي الماشية. تفاصيل وأخبار أكتر من المحافظات هنتابعها مع بعض في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في بني سويف تم الإعلان عن تنفيذ مشروعات ب 110 مليار جنيه منذ ثورة 30 يونيو، وبلغت تكلفة المشروعات في قطاع الاستثمار 627 مليون جنيه و301 مليون جنيه في قطاع السياحة و1681 جنيه لمشروعات الإسكان في المحافظة. في شمال سيناء بدأت مديرية التربية والتعليم تنفيذ أنشطة مراكز تنمية القدرات الصيفي بمدارس المحافظة بمختلف المدن والقرى من أجل استغلال أوقات الفراغ لدى تلاميذ المدارس خلال الأجازة الصيفية، وتقرر عقد فعاليات مركز تنمية القدرات الصيفي يومياً من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 12 الظهر من الحد وحتى الخميس. في الوادي الجديد تم الإعلان عن أن إجمالي عدد المشروعات اللي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية مشروعك
خلال شهر يونيو يوليو الجاري بلغ 60 مشروع في مختلف النشاطات بتكلفة 7.6 مليون جنيه. المشروعات دي وفرت 128 فرصة عمل لأبناء المحافظة. في الفيوم انطلقت سلسلة القوافل العلاجية البيطرية المجانية الإرشادية لخدمة صغار المربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة. أول قافلة وصلت لقرية العزيزية التابعة لمركز طمية، تبعتها قافلة أخرى بقرية المشرك التابعة لمركز يوسف الصديق، وتم خلال القافلتين توقيع الكشف الطبي وعلاج 2139 رأس من الماشية. في كفر الشيخ أكدت المحافظة أن أعمال حملة ميت يوم صحة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية تمكنت من إجراء الكشف الطبي على 243,966 مواطن ما بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة. في قنا تم التشغيل التجريبي لأعمال تطوير مركز شباب العيايشة بمركز قوس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشملت أعمال التطوير إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي وتطوير المبنى الإداري، وبيضم صالات تنس، بلياردو، اجتماعات وغرف أنشطة، وبيقدم المركز جميع الخدمات الرياضية والثقافية للنشء والشباب.